حبايبي جريد 1. كل ولي امر طالب في جريد 1 لازم تعلم ابنك يكرر يعني ايه مور 1 او 1 مور. هسأل فريدة يعني ايه 1 مور؟ يعني افتر ولا بيفور؟ الله عليك. طب لما اقول لك 1 مور 4 يبقى مين من اللاين؟ يلا روحي اختاري. الله عليكي، علي صوتك. شكرا يا مستر. علمي عليه. انا ايه ده، انت علمت قبل مني، مش مهم علمي انت. انت برضو لما اروح هناك واقول 1 ليس يبقى افتر ولا بيفور؟ برافو، انا عايز بيفور 1. مين النمبر اللي قبل ال1؟ يلا اكسلنت فريده، الله عليك. اتفضلي. معانا مكه. يا مكه هنقرا اللي انا هشاور عليه. 1 مور 2، 1 مور 2 يبقى افتر 2 ولا بيفور 2؟ افتر 2. مين النمبر اللي افتر 2؟ يلا نعمل له سيركل. الله عليكي. يلا بقى نروح الناحيه الثانيه. 1 ليس 4، 1 ليس يبقى اللي قبل الفور ولا اللي بعد الفور؟ بيفور. الله عليكي. مين اللي بيفور فور؟ اكسلنت يا عمر، برافو عليكي. اختارت وما نقولش الاجابات زي بعض. اه شكرا يا عمر. حبايبي معانا اسماء. يا اسماء امشي مع ايدي. 1 مور 1، 1 مور 1 يعني بعد ال1 ولا قبل ال1؟ افتر 1. مين النمبر افتر 1؟ اكسلنت، نروح نعمل سيركل. الله عليك. نروح بقى هناك. 1 ليس 5، 1 ليس 5 يبقى بعد ال5 ولا قبل ال5؟ برافو عليك، يبقى بيفور 5. مين يا بابا بيفور 5؟ يلا حبيبتي. الله، اكسلنت 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 يا اسماء. معانا ايسل على التليفون، هنسال ايسل. يا ايسل انا عايز النمبر اللي 1 مور 1، 1 مور 1 يعني عايز النمبر اللي افتر 1 تاني. يبقى لما يقول لي 1 مور افتر ولا بيفور؟ شطوره، افتر 1. يلا بصي بقى الثانيه. 1 ليس، 1 ليس 6 يعني عايز النمبر اللي بيفور 6. شكرا، برافو برافو ايسل، شكرا يا حبيبتي. يبقى هنا خدت ال5 وهنا خدت ال2، برافو عليك يا ايسل. نروح حبايبي، لازم حبايبي هنلعب تاني. بص بقى المره دي بيقول لي ايه. يا 7 انت 1 مور كام؟ يا 7 انت 1 مور كام؟ يعني ايه دي يا شابه؟ معلش، يعني يا 7 انت اكبر من مين؟ هل تنفع اكبر من 8؟ حلو، اشمعنى ال 6؟ عشان كلمه 1 يعني هي اكبر منها ب 1. يلا نقول تاني، ما تسرعيش. يا 7 انت 1 مور كام؟ يعني انا اكبر من مين؟ هل تنفع اكبر من 8؟ طب اكبر من 5؟ اه اكبر من 5 بس مش ب 1، باكتر من 1. لكن اكبر ب 1 من مين؟ يلا شنطوره، ادي ال 6. يلا انت برضو، يلا روحي. المره دي بقى بيقول لك ال 3 1 ليس، يعني ال 3 اصغر من مين ب 1؟ شفتي هو ده اللي انت تقوله. 1 ليس يعني يا 3 انت اصغر ب 1 من مين؟ الله، يلا نروح عند الفور. اكسلنت، برافو عليكي. يلا عايز حبايبي معانا مكه. مكه اتعلمت مني حاجه حلوه، تقرا وتشرح وتقول. اقري يلا اللي ماشي مع ايدي. يا ناين انت 1 مور كام؟ يعني يا ناين انت اكبر من مين ب 1؟ هي أكبر من 5 صح، وأكبر من 6، بس هي أكبر بمين ب 1 بس؟ شطورة. يلا بقى نروح الناحية التانية. يبقى 8 يا مستر.
بصي بقى، يا 6 انت وان ليس كام؟ يا 6 انت اصغر من مين؟ 7. الله عليكي السيفن، برافو عليكي، شطوره يا مكه. يلا معانا ايسر على التليفون. بص السؤال، امشي مع ايدي يا ايسر. كومز افتر 4، مين النمبر اللي بيجي بعد الفور على طول؟ كومز افتر 4، عشان ما حدش هيساعدك. شكرا، يلا اكتبي 5. برافو. بصي بقى، هنروح الناحيه الثانيه. comes before 9، يعني ايه before 9؟ مين بقى اللي before 9؟ الله عليكي، يلا رايت 8. شطوره يا عيسى، برافو عليكي. تعالوا يلا نلعب لعبه ثانيه. يلا اسماء، السؤال بتاعها بيقول ايه؟ رايت، والعلامة دي يعني رايت، علامة الصح دي يعني رايت، والإكس دي يعني رونج. يبقى علامة الصح اللي هي زي الصح دي صح، ودي رايت يعني رونج. بص بقى بيقول لي يا 4 انت 1 مور 3، رايت ولا رونج؟ صح ولا غلط؟ اكسلنت، فعلا ال 4. برافو. يلا بقى بص اللي جايه دي، يا 5 انت ليس 4، يا 5 انت ليس 4، يعني يا 5 ها رونج. برافو، يلا نعمل. الله عليكي شطوره، تعالوا نعمل ستوب عشان هناخد حاجه تانية. حبايبي جريد 1، كل ولي امر حاول تقول لابنك يقرا، يقرا هو عايز ايه. فانا قريت رايت ذا نمبر، يعني انا هكتب نمبر. طب اكتب اي نمبر؟ لا، هكمل وان ليس. يبقى انا في السبيس الفاضي ده الميسنج ده عايز نمبر وان ليس 7. مين النمبر اللي وان ليس 7؟ فريده. شكرا. يلا مكه، عايز نمبر وان ليس 5. شطوره. ايسل عايز نمبر وان ليس 1. برافو، على مهلك ما تخافيش. اخرنا حبيبتي يا مرايا عايز نمبر 1 ليس 9. الله عليكي اسماء حبيبتي. تعالوا بقى نلعب لعبه ثانيه، بصوا معايا لو سمحتوا. حبايبي تعالوا بقى نشوف حاجه اتعلمناها المره اللي فاتت. لما الاقي بيكتشر فده اسمه بيكتو جراف. بيكتو جراف، لما الاقي بيكتشر يبقى ده بيكتو، بيكتو جراف. اسمع بقى حبيبي، أنا هنا شايف كاندي، كاندي، تعالوا نروح للبيكتشر ونعمل كاونت، نعمل إيه يا مستر؟ يلا بينا مع بعض، ها. 1 2 3 4 5 6 7. قال لي اسمع بقى، أنا عملت كاونت طلعوا كام؟ 7. بص بقى، عايزك تتعلم تروح جاي تكتب في الآخر 7، بس قبل كده اسمع وتعلم. أنا هعمل color 1 لكل واحدة، يعني أجي ألون كده، أدي 1 3 4 5 6 7. يبقى أنا لونت، عملت color وكتبت كمان النمبر. يلا بقى نشوف اللولي باب، تعالوا نعمل كاونت. يلا حبايبي فين اللولي باب يا مستر؟ أهي 1 2 3. في حاجة تاني؟ اكتب النمبر بتاعهم واروح اعمل كام كولر لكام بوكس؟ 3 1 2 3. شكرا. يلا نيكس، هنا كوب كيك، تعالوا نعمل كاونت للكوب كيك. ها 1 2 3 4. اروح جاي اكتب هنا كام؟ 4. واروح اعمل كولر لكام بوكس؟ 4 1 2 3 4. يلا بقى هنا عايزين نقول عليها جاتو، ينفع؟ او كيك، اي حاجة. يلا نعمل كاونت، ها 1 2 3 4 5 6 7 8. يبقى انا هاجي اكتب نمبر 8 واعمل كولر لكام بوكس؟ 8. يلا نعمل كاونت، 1 2 3 4 5 6 7 8. The last one chocolate. يا تشوكلت، أنا عندي كام تشوكلت؟ How many؟ 1 2 3 4
نكتب 5 ونيجي نعمل color لكام بوكس؟ 5 2 3 4 5. شكرا. لسه بقى في حاجات تانية؟ اه بص بس معايا، بس ده كده أول حاجة. اسمع بقى وتعلم. بعد حبايبي ما بنعمل color للبوكس وبنعمل count، بص بقى يجي يقول لي كده هاو ميني تشوكلت. اه انا كنت مجهزه ولا مش مجهزه؟ كاتبين كام عند التشوكلت؟ 5. شفت بقى؟ يبقى انا بكتب النمبر هنا عشان هستخدمه. يلا هاو ميني لولي بوب؟ 3. استنى نشوف انا ناسي. ها فعلا اكسلنت 3. بص بقى اللي جايه دي، ها الكب كيك 4. تعالوا يلا نشوف تاني. خلصوا؟ بص بقى لقينا كلمة ايه؟ موست. يعني ايه؟ بيجر. مين البيجر؟ مين البيجر؟ استنى يا مستر، استنى يا مستر، نبص عليهم كلهم. احنا بقى كنا كاتبين النمبر 7 و 3 و 4 و 8 و 5. مين الموست؟ الكيك. يبقى اروح اعمل لها سيركل. يبقى لما الاقي كلمة، ها ايه الكلمة الكبيرة دي؟ موست. موست يعني ايه يا حبايبي؟ يعني البيجر. طب ينفع اسأل انا بقى سؤال تاني؟ لو لقينا كلمة ليست، ليست السمول. ايوه كده. تعالوا بقى نعمل ستوب ونشوف حاجة جديدة.